انا دايما بسمع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اخذ قرارات اقتصاديه صعبه، اخذ قرارات اقتصاديه صعبه. انا يعني سؤالي لحضرتك، ايه هي القرارات الاقتصاديه الصعبه دي وليه هي صعبه اساسا؟ صعبة انك انت تخلي المواطن اللي كان عايش طول عمره بدعم، يعني دعم ده هو عبارة عن مساعدة، صعب ان انت تخلي مواطن عايش طول عمره بدعم بيشتري حاجات بسعر معين يبص في يوم وليلة يلاقيها غليت بشكل غير طبيعي، يعني زي ما حياتك شايف العربيات الاكل كل حاجة غالية بشكل غير طبيعي، والمواطن المصري دخله على قده، يعني ما احناش برضو بنقبض ارقام كبيرة جدا. فطبعا الحته دي هي صعبه جدا لان هي بتقلل من شعبيه الحاكم، يعني اي مواطن بيبقى عايز يعيش ويرتاح ويدخل ولاده بالمدارس ويركب عربيه وكل حاجه، لما تيجي انت الحاكم الوحيد اللي تبدا تقول لا والله انا هغلي عليك، طب ما هتقلل من شعبيتي. انما انا لما انا ابقى بفهمك ان انا بعمل كده هوت لمصلحه ولادنا والاجيال القادمه، ويمكن هنضحي احنا شويه في الحته الاولانيه عشان نخلي الدوله باذن الله تعالى تنطلق، يبقى انا حاكم صادق وحاكم اخدت قرارات اقتصاديه صعبه، وما همنيش الناس تقول عليا ان انا غليت، لان انا عارف ان هو ده الصح. عامل زي بالظبط، انا مش عايزه اشبهه بالوالد، بس عامل زي بالظبط الاب لما يجي ياخد قرارات صعبه لابنه، وابنه يبقى متضايق منه وهو صغير لما يكبر يدعيه.